بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. من أكاديمية حسونة معاكم أخوكم أحمد محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي يا جماعة بفضل الله هنتعامل مع أداة من الأدوات الجميلة وهتفيدك في شغلك بفضل الله، وهي أداة الإيمج. أنا دلوقتي عندي فورم، هكبر الفورم شوية كده وهاجي عند الإيمج، هدوس عليها وهرسمها في الجزء اللي أنا عايزه بالشكل ده كده. أوكي، دي إيمج. طيب هنعمل سيف من هنا، من هنا، من الفورم ديزاينر أهو. أوكي، وهجيب الديسكتوب وهسميها FRM وهدوس على سيف. حفظت خلاص واكوادها اتفتحت. ماشي. طيب انا دلوقتي سيف وادي ايه كنترول مع F5، ايه اللي هيحصل يعني؟ ولا اي حاجه، صوره فاضيه ما فيهاش اي حاجه خالص، ما فيهاش اي حاجه خالص. طيب عايزين نبدا نشتغل بيها. انت هنا لما بتقف عليها خلاص في عندك ايمج فايل. ايمج فايل ده جنبيه زرار اهو. الزرار ده لو انت دوست عليه واخترت مثلا من الديسكتوب اي صوره بالشكل ده كده هتظهر لك، مفيش اي مشكله. ولو عملت سيف وعملت كنترول مع F5 تشتغل وهتظهر، مفيش اي مشكله. بس طيب مفيش مش اي مشكله خالص في الكلام ده، ولكن خد بالك من حاجه. انت هنا الصوره معروضه قدامك في التصميم. ليه؟ لان انت لما بتدوس عليها انت كده جايبها من مسار، تمام، الموجود عندك. جايبها منين؟ من المسار الموجود فين عندك. جبنا الديسكتوب وجبنا الصوره ورحنا دايسين عليها ايه اوبن، راح ايه حاطط لي المسار ده، تمام، حاطط لي ايه المسار ده قدامك اهو. لو انا عملت سيف وعملت كنترول مع F5 اشتغلت. ركز معايا، المسار ده مش موجود في كل الاجهزه اللي انت هتحط عليها البرنامج بتاعك، بس الصوره انت تقدر تضمن انها تبقى موجوده مع نفس الملف التشغيلي بتاع الرنج. خلاص، يبقى اعمل ايه؟ تعالى هنا كده F2 وروح، ده اسم الصوره صح؟ بص 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 بص، ده اسم الصوره. شيل كل ما قبله ودوس انتر، اشتغل عادي. انت خدت بالك انا عملت ايه؟ انا بس منبهك على حاجه مهمه بفضل الله، وهي ان حتى لو ما ظهرتش معاك في التصميم، على فكره ممكن ما تظهرش معاك في التصميم، يعني ممكن تيجي تعملها تلاقيها مش ظاهره معاك، مره ظاهره مره ما ظهرتش كده، ممكن تكون مكيشه وبعد كده ما تظهرش. مش مهم عندي انها تظهر هنا، انا المهم عندي انها تظهر فين يا جماعه؟ تظهر هنا. هذا المهم عندي، انها تظهر فين؟ تظهر هنا. لو حطيت البرنامج في اي حته تظهر بردك، فاهم الفكره؟ طيب كده بفضل الله تمام قوي، كده ظبطنا الصوره اللي هتظهر وكل حاجه تمام. بس الصوره دي على فكره مش كامله، الصوره دي في حته ناقصه منها. بص لو صغرتها، بص بتنقص ازاي، كبرتها، بص كل ما بتكبرها كل ما بتزيد معاك الحتت الظاهره. فهنعمل ايه هنا؟ عايز اظبطها بحيث تكون يعني كلها باينه في اللي انا عامله ده. يعني انا مثلا عامل الصوره بالشكل ده كده، تبقى الصوره كلها كامله في الحته دي، مكبرها كده تبقى الصوره كلها كامله في الحته دي، وهكذا. ماشي، نعملها ازاي؟ ادي سيف، ارجع للكود. بص دي اسمها ايه؟ هتلاقي اسمها ايمج 1. اسمها ايه؟ ايمج 1. تعالى هنا وهنيجي هنا في البدايه خالص هنعمل ايه؟ هنبدا على الاوفيو، هنقول له بص انت جواك حاجه اسمها ايمج 1. الايمج 1 دي دوت انا عايز اعمل فيها حاجه. ايه هي الحاجه دي؟ عايز اعمل لها set scaled contents. عايز اعمل لها set scaled contents على true. عايز اعمل لها set scaled contents على true. يعني ايه؟ يعني انا عايزها تبقى متظبطه، تبقى scaled content بتاعها يبقى كله ظاهر قدامي. ماشي؟ طيب ادي عملنا ايه؟ لو انا رجعت هنا عادي، لان هي ظاهره هنا اصلا وممكن ما تظهرلكش لو انت عملت الحركه دي عندك انت على جهازك، ممكن ما تظهرش ليك. تعال بقى ايه
دوس كنترول مع اف 5 بعد السيف كده، شفت بقى هي دي الصوره كلها ظاهره قدامك. لو قفلت من هنا وجيت صغرت كده ورحت عامل سيف ورحت عامل كنترول مع اف 5، هنا مظهره، هنا ظهرت، هنا ظهرت ايه؟ ظهرت بالكامل. ليه؟ لان انا عملت سيت سكيلد كونتنتس على ايه؟ على ترو، فظهرت قدامك كلها اهي. يبقى انا كده بدات اتعامل مع اداه الصوره بفضل الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهده اكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتاكد تماما انك اي حاجه بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك، ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجه بتنشرها للناس.